هذا اليوم راح اخذكم في جوله جديده من جولات الفيحاء في امريكا. هذا اليوم راح ندخل بيت عائله الفنان القدير ماجد زنقلو، دعانا قبل اسبوع، واليوم حبت الفيحاء انه تلبي دعوه الفنان الكبير ماجد زنقلو. راح ندخل عائله ماجد، لكن اسفه اني ضيعت الطريق والآن متجهة إلى بيت ماجد زنقلو. خليكم ويانا في جولتنا الفيحاء في أمريكا. ألو، مرحبا الأستاذ ماجد، شلونك؟ هسه نحن متجهين بالطريق حتى نصلك، بس آسفين جدا إنه شوية ضيعنا الطريق. أوكي إن شاء الله، وين منت نحن يمك، دقيقة واحدة. يلا الله معك، مع السلامة. شاهدتم اتصال فناننا الكبير ماجد زنقلو، ومتواصلين وياكم بجولتنا الفيحاء في أمريكا. من غربة المشتاق أهدي لك صفقة صفقة، الغربة اشكيلك نخلتنا وسط البيت سيليها تحجيلك، مشتاق يا بغداد من الغربة اشكيلك نخلتنا وسط البيت. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا فناننا العزيز، الله يخليك. ست هيفاء، واهلا بالفيحاء. يا هلا بيك. يا هلا يا هلا. اهلا وسهلا حبيبتي. زوجتي شلونك؟ اخليك. من الاستاذ استاذ يلدى السالي، كاتب وشاعر واستاذ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انتم شلونكم؟ الله يخليك، تسلم. الله يحفظك. الله يسلمك، شكرا جزيلا. اخو زوجتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حمايه. اهلا وسهلا. حماتي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. حاليا مو هنا انا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هلا. سباشتن. ثانك يو. اهلا وسهلا. يا هلا بيك. يا هلا بالفيحاء وبست هيفاء. الله يخليك. اكيد اني هاليوم سعيده انه اكون بين اهلي وناسي. شكرا جزيلا استاذ ماجد على هذه الضيافه، واكيد الفيحاء متواصله ويا الجاليه العراقيه والفنانين هنا في امريكا من خلال كاميرا الفيحاء، وان شاء الله دائما نغطي نشاطاتكم ونكون بين اهلنا وناسنا وعوائلنا العراقيه المتميزه في امريكا. شكرا جزيلا، واحنا من فرحانين بكم، واهلا وسهلا بيك بالفيحاء ست هيفاء. طبعا احنا هوايه فرحانين انتم اليوم جايين، اعتقد هم من جو بعد هم من ناس من معازمهم اهلي اختي وامي. ف انا اعتقد انه تفتح الباب تستقبل اهلك. مشتاق يا هذا اليوم اشوف عازم حماتك ووالدتك واخوتك بهاي اللمه الحلوه اكيد هنا في امريكا، واكيد نحن فرحانين ان تكون العوائل العراقيه متواجده في مكان واحد ونقدر نتواصل دائما وياهم مع وطننا الحبيبه، الوطن الحبيب والغالي، عراقنا الغالي. نعم نعم طبعا عازمهم، وبعد يعني المفروض يكونوا هوايه اكثر من هذول يعني، بس الكل بالشغل يعني تسمحين يعني، فهواية منهم ما قدروا يجون فاعتذروا يعني، فحبوا ان يجون بس ما قدروا. ان شاء الله في لقاء اخر ان شاء الله نكون جمع اكثر يعني، ونجي كلنا ونسوي ان شاء الله قاعده وحفله للفيحاء هنا. ان شاء الله. خلينا ماجد شوي نحكي عنك كفنان عراقي مغترب موجود هنا في امريكا. دائما الفنان العراقي اللي موجود في امريكا دائما نسمع اغاني بها شجن، بها دموع، بها اشتياق حنين للعراق، دائما نشاهد بكل الحفلات دموع عراقيه من خلال اغاني
أغانيكم الجميلة وبالتحديد أغاني الغيبة؟ طبعا هي الأغاني العراقية هي بها شجن أولا يعني، وإحنا يعني بالغربة طبعا، فأكثر واحد يعني يحس بالشجن، يحس بالحزن وبالغرب يعني. فمنغني أغاني للوطن طبعا، الناس يعني من حبها للوطن وحبها للعراق طبعا يعني تطلع الدمعة غصبا عنا، واحد تطلع الدمعة. خلينا نحكي شوية ماجد عن ذكرياتك بالعراق ونرجع إلى منطقتك مدينتك جيرانك أصدقائك أصدقاء الطفولة، وشوي نحكي عن المنطقة اللي كنت فيها. أنا طبعا ولادتي تلكيف موصل، وعشت من أيضا ببغداد، بس طبعا أصدقائي كانوا أكثر من بتلكيف يعني، من ولادتي تلكيف، وأكثريتهم هم هنا هنا يعني، أشوفهم كلهم أكثريتهم هنا يعني بالغربة في أمريكا. نعم. تتذكر دائما أيامك بيتك أصدقائك؟ طبعا ولو أني صار لي زمان خبز العراقي خبز الوالدة. طبعا أتذكر طبعا هذا، كل الأشياء هذه نتذكرها ونتحسر عليها يعني بصراحة، لأنه ولو شو قد ما أكون أنا يعني أكل وشرب بهالبلد، بس هناك نشتاق الأكل هناك أكثر، ونشتاق يعني المكان كبلد يعني نشتاق لأكثر يعني، يعني مشتاقين. وصار لي زمان، أنا صار لي 30 سنة طالع من 79 لحد الآن مراحل العراق، ومشتاق هواي أنه أروح العراق، ومن زمان يعني من زمان أريد أروح العراق، وما صار لي فرصة. إن شاء الله تصير فرصة وأروح العراق وأزور طبعا منطقتي، وازور لي لحد الان عندنا بيت هناك بتلكيف، وان شاء الله ازورهم كلهم ان شاء الله. ان شاء الله نشوفك قريبا بالعراق، وتحيي حفلات للعراقيين، وتغني وسط العاصمه بغداد، بغدادنا الحبيبه. نقول يا رب، نقول ان شاء الله، يا ان شاء الله، ان شاء الله يتحقق الحلم ان شاء الله. أكيد ماجد الغربة صعبة تمام هنا بأمريكا، بها يمكن كل الخدمات الاجتماعية، لكن دائما يبقى الوطن عزيز، ويبقى الوطن بكل الأشياء اللي بها، يبقى دائما في قلوبنا ودائما نفكر به. شنو تعني لك الغربة ماجد؟ يعني الغربة مثل ما تقولين يعني، مهما كنا يعني هنا، لو يعني أهلنا كلهم صاروا هنا، بس يبقى الغربة غربة، لأنه أنت دائما مو بلدك، بلدك الأم يعني دائما تشتاق له، وتشتاق لمكاناتك الصغرى، مدرستك، كل هالمسائل هذه. فمثل ما تفضلت يعني الغربة دائما تبقى غربة حتى لو كانوا أهلك يمك. خليني ماجد أنتقل إلى والدتك. أكيد هنا أنا فرحان أنه أشوف اللمة العراقية وأشوفكم هنا وسعيدة بكم، لكن أريد أرجعك بذكرياتك للعراق، مدينتك، منطقتك، طفولتك. بكم هم نحن فرحنا بكم هواية. احكي لنا شوية عن منطقتك بالعراق. نحن قاعدين بمحل أولادي، أبويا بمحل عبرو، وبيت أبو ماجد محل جيزي، كله يعني جوارينا كلهم زينين، وكلهم يعني عايشين عشة المحبة، وكل شيء يعني بالمحبة، كل شيء مشتاقين كله. أنا عرفت أنت من بغداد، وأكيد هاي اللمة الحلوة تذكرنا بأيامنا الجميلة ببغدادنا الحبيبة، شارع أبو نواس، وأيضا الكرادة، الشورجة، سوق العربي، هذيك الأيام الحلوة الجميلة دائما تتذكروا. احكي لي شوية عن أيام بغداد، أيام جيرانك، منطقتك، المحلة اللي كنتي بيها. كنت عايشة بمدينة الضباط، كانت أحلى منطقة، كان عندي أحسن جوارين، كنا كلش فرحانين وياهم، كان عندي صديقات أحبهم هواية، ممثلات أزادوهي صامويل، أمل طاها، أريد مشتاقة لهم هواية، وأسلم عليهم، وكنت أتمنى يكونون معاي. مش كان يا بغداد يا ديرك الحلوة،
منال، الأكلات العراقية شفنا الكبة، حامض كبة، الباتشا، الأكلات الحلوة العراقية الطيبة، دائما متعودين هنا يسوون أكلات عراقية؟ لا مو على طول، بس أني أحب عراق بلدي وجبتها الأكلات العراقية هنا أنا وياي. تعلموا أولادك المولودين هنا يأكلون الأكل العراقي؟ نعم نعم، تعجبهم هواية، وزوجي يعجبه الباتشا والكبة التمن أصفر والسمك المزقوف. خلينا منال نحكي شوية عن العادات والتقاليد.